يلا بينا الغدا جاهز. ايه ده؟ البشاميل ده طعمه مش طبيعي. انت اللي مش طبيعي من ساعة لما جيت. انا مالي؟ انا ما انا طبيعي اهو. خالص. انا شامة فيك حاجة مش طبيعية. لا ده ريحة البشاميل على فكرة. انت هتجيبها في البشاميل ولا ايه؟ طب خلاص خلاص. مالك؟ اتوترت كده ليه؟ لا ما اتوترتش. قعدتك مش طبيعية. لا انا مش متوتر. تصريحتك مش طبيعية. طب خلاص. كلامك مش طبيعي. لا كلامي انا بتكلم على طبيعتي على فكرة، انا ما اقصدش حاجة. انت ليه مش شبهي النهاردة؟ اكلت من البشاميل. لا اللي بيحصل ده مش طبيعي. مش طبيعي كده كل يوم خناقة على الأكل. مفيش حاجة في البيت ده طبيعية، أنا مش هاكل خلاص. حتى دي كمان مش طبيعية. ده ديكور. ديكور؟ والبشاميل كمان ديكور؟ أنت بتطبخي بإيه؟ لو الطعم مش طبيعي الحياة مش طبيعية. جربي روتانا سمنة وزبدة نيوزيلندي من لبن بقري صافي 100% بدون مكسبات طعم وريحة، ودوقي الطعم الطبيعي والريحة واللون الطبيعي. الجمال ده مش طبيعي. لا طبعا طبيعي. روتانا هو ده الطبيعي.